نور بوجودك وسعيد انا مع حضرتك. ده شرف ليا. شرف يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. طيب يعني اول حاجه كده ايه، تعالى نتكلم شويه كده على ذكريات حلوه معاك كده من ناحيه البطولات بقى والالقاب اللي انت حققتها من ناحيه الكونغ فو. عايز اعرف منك اشمعنى كونغ فو، وكمان اول بطوله دخلتها كانت امتى، وكانت عباره عن ايه، افريقيه محليه؟ اشمعنى كونغ فو؟ هي الموضوع جه صدفه، يعني انا كنت اصلا زي اي طفل او اي واحد عنده شغف بكره القدم، انا كنت بلعب حارس مرمى. حارس مرمى. وحصل موقف طريف كده في بطوله، في مباراه يعني، دخل فيها 3 اجوان في 3 دقائق ورا بعض، فالمدرب قال لي ما اشوفكش في الملعب تاني. بس ومن هنا طبعا انا كنت متضايق جدا، فاخويا الكبير قال لي، نصحني قال لي انت لياقتك كويسه، روح العب كونغ فو في النادي. انا بلعب في نادي 6 اكتوبر اللي فيه كل انجازاتي اتحققت فيه يعني. تمام. فمن هنا اول ما روحت المدرب هناك شاف فيها حاجه كويسه فاهتم بيا، ومن هنا بدات الانطلاق. انا يعني تقريبا بقى لي 20 سنه من 2002 بالظبط، انا بدات صيف 2002، واحنا النهارده صيف 2022، فانا بالظبط 20 سنه بالتمام والكمال يعني. ما شاء الله رقم كبير يعني. اول بطولة دخلتها، لا انا يعني انا ما دخلتش اي بطولات يعني، انا اي اول مباراه مع حد غير مصري كانت مع لاعب منتخب الصين. الاول هنا في مصر كان لقاء ودي والحمد لله كسبت، وبعد كده سافرت على بطوله العالم، اول حد في تاريخ مصر يسافر من اول بطوله عالم يجيب اول عالم، فده بالنسبه لي كان حاجه صعبه، خصوصا ان انا كنت راجع من اصابه يعني تكاد تدمر اي حد. كان عندي كسر في قصبه رجلي، كسر كبير، قصبه رجلي كانت بره جسمي اصلا. إيه خالص ده؟ في تدريب عادي جدا. وكان حوالي 25 سنة، فالموضوع كان أي حد في خصوصا في لعبتنا يعني يقول لك ده الموضوع بالنسبة لنا انتهى يعني. بس وبعد كده بعديها بسنة بالظبط كنت محقق أول عالم، يعني أنا كسرت 11-2014، 11-2015 كنت جايب أول عالم. في بقى في السنة دي بقى معاناة بقى وقصص وكفاح مشوار يعني تنازلات. طبعا مشوار كبير في السنة دي بالذات، ما بالك بقى في الوقت اللي فات كله يعني. بس معانا ايه بعض الصور ليك في بعض البطولات يعني. ده هنا ايه، كنت بتلعب بطل الصين؟ ده هنا في نهائي كاس العالم 2016 بلعب لاعب منتخب الصين. اللعبه دي لعبه يعني برضو بالنسبه لنا احنا مش واضحه يعني، مش